السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. إذا نبدأ درسنا اليوم في حصة الرياضيات بدرس جديد، قياس الكتل الكيلوغرام ومضاعفاته. ميزور دو ماس لو كيلوغرام اي سي ملتيبل. إذا قبل ذلك نتعرف على أهداف الدرس. إذا أتعرف القنطار والطن والعلاقة بين وحدات قياس الكتل وأقارنها، أجري تحويلات وحسابات على قياس الكتل. إذا خذوا معي صفحة 87. إذا اكتبوا تاريخ اليوم. إذا قبل البداية في الدرس لابد أن نذكر بالدرس الماضي لقياس الكتل أيضا. إذا تعرفنا في الدرس الماضي على الجرام. إذا عندنا الديسيغرام، سنتيغرام، والميليغرام. إذا هذه تسمى أجزاء الجرام، والديكاغرام، الهكتوغرام، والكيلوغرام تسمى مضاعفات الجرام. إذا في درس اليوم سنتعرف على مضاعفات الكيلوغرام. إذا لاحظوا معي، إذا الجدول، إذا هذه هي مضاعفات الكيلوغرام. إذا عندي النقطة، القنطار، والطن. إذا النقطة ليست واحدة، إذا بل هي 10 كيلوغرام. إذا نبدأ بقراءة المسألة. إذا عبأ مزارع من ميدلت منتجه من التفاح في 217 صندوقا، يسع كل منها 40 كيلوغرام من الفاكهة، هل في استطاعته حمل هذا المنتوج على شاحنة حمولتها القصوى 9 طن، علما أن الصناديق تزن فارغة 3 قنطار. إذا هنا سأجري التحويلات. إذا سأحول 9 طن وثلاثة قنطار إلى الكيلوغرام. إذا 9 طن، إذا أكسب 9 في الوحدة، ثم أضيف الأصفار إلى الكيلوغرام، إذا أحصل على 9000. إذا بالنسبة لثلاثة طن، عفوا ثلاثة قنطار، إذا أكسب 3 في القنطار، ثم أضيف الأصفار إلى الكيلوغرام، إذا أحصل على 300 كيلوغرام. إذا بالنسبة للسؤال ب، نحسب كتلة التفاح. إذا هنا لكي أحسب كتلة التفاح أرجع إلى المسألة. إذا عبأ مزارع من ميدلت منتجه من التفاح في 217 صندوقا، إذا عندي 217 صندوقا، إذا يسع كل منها 40 كيلوغرام من الفاكهة. إذا هنا سأحتاج عملية ضرب. إذا 217 في 40 كيلوغرام. إذا أخذ ورقة. إذا عندي 217 في مضروبة في 40. إذا 0 في 7 0 0 في 1 0 0 في 2 0، أضع هنا نقطة. 4 في 7 28، 4 في 1 4 زائد 2 6، 4 في 2 8. إذا عملية الجمع 0 8 6 8. إذا حصلت على 8680 كيلوغرام. إذا بالنسبة للسؤال الآخر، الكتلة الإجمالية للشاحنة. إذا الكتلة الإجمالية للشاحنة ماذا تساوي؟ إذا تساوي كتلة التفاح. إذا كتلة التفاح هي 8680 كيلوغرام. إذا ماذا سأضيف إلى كتلة التفاح؟ سأضيف إليها كتلة الصناديق وهي فارغة. إذا عندنا في المسألة تزين فارغة 3 قنطار، إذا 3 قنطار هي 300 كيلوغرام. إذا أضيف هنا 300 كيلوغرام وأحصل على 8980 كيلوغرام. إذا السؤال جيم، نقارن ونستنتج. إذا ماذا سنقارن هنا؟ سنقارن 8680 زائد 300 تساوي 8980 كيلوغرام. إذا سأقارن هذا المجموع 8980 كيلوغرام التي هي الكتلة الإجمالية للشاحنة. إذا سأجد بأنها أصغر من الحمولة القصوى للشاحنة التي هي 9 طن. إذا ماذا سأستنتج؟ نعم، تستطيع الشاحنة حمل هذا المنتوج.